بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رأيي في الأحزاب، والله ماذا أقول، أنا بالنسبة إلي ربما الأحزاب على قدم المساواة بالنسبة إلي، وأنا على نفس المسافة من هذه الأحزاب كلها. تقول لي الحزب الإسلامي بأي حق؟ إذا قلنا العدالة والتنمية حزب إسلامي، ماذا يكون حزب الاستقلال؟ حزب الاستقلال يقول أنا سلفي أصلا، مش حتى غير إسلامي، وكان سلفي، وهو سلفي في منشئه، وسلفي في ايديولوجيته وعقيدته وفي كل شيء. فما الفرق اذا؟ خليني فقط مع هذا النموذجين، حزب العداله والتنميه او حزب الاستقلال، ما الفرق؟ فلماذا هذا حزب الاستقلال وهذا حزب اين هي الا اسماء؟ حزب اسلام يعني هل العداله والتنميه ما شاء الله قائمه على تطبيق حدود الله، وقائمه على يعني غايه ما هناك انها تشتغل وفق الأجندة المعينة حسب برنامجها في أمور الخبز وأمور الشغل وأمور العمال وأمور أفلحت أو لم تفلح، هذا موضوع آخر، أخفقت أم أفلحت موضوع آخر، مثلها مثل باقي الأحزاب. إلى ذلك كلمة إسلامي أو إسلامية أنا شخصيا يعني أسحبها من الساحة السياسية المغربية بصفة نهائية. الذي يمثل الدين الإسلامي حقيقة هو أمير المؤمنين، لا يمثله لا الأستاذ بن كيران ولا الأستاذ سعد الدين العثماني ولا غيرهم. الذي يمثل الدين ويحمي الدين في هذه البلاد هو أمير المؤمنين، مؤسسة إمارة المؤمنين التي لها مؤسساتها الفرعية التابعة، مثل المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه أمير المؤمنين، مثل المجالس العلمية المحلية في كل مكان، مثل وزارة الأوقاف التي عرفت تطورا هائلا من حيث التنظيم ومن حيث حماية المذهب ومن حيث كذا، على يد هذا الوزير التوفيق الذي لا يحبه الكثير من الناس، والذي أكن له شخصيا التقدير الكبير، وأعرفه شخصيا وأعرف مستواه الأدبي ومستواه الخلقي، ورغم ما يقال فيه أعرفه عن قرب، وهو شخص متخلق جدا. فإذا هناك جهات قائمة على حماية هذا الدين، فلا شخصيا لا أسمح لا زيد ولا لعمر لا لهذا الحزب ولا فليمارسوا السياسة كما يشاءون، يخفقون أو لا يخفقون أمرهم مع الشعب، لكن الإسلام عنده الجهة التي تحميه. أحزاب سياسية، بل طبعا العدالة والتنمية نفسها الآن لا تقبل أن تسمى إسلامية، تقول لك أنا حزب سياسي صاحب مرجعية إسلامية. مرجعية الأحزاب الأخرين مرجعيتهم ياش، نمشي نحن الاتحاد الاشتراكي، نمشي لهذا الحزب الشيوعي اللي كان شيوعي التقدم والاشتراكية. هل نبيل بن عبد الله ولا غيره يقول لك أنا مرجعيتي أبو لهب وأبو جهل؟ ما كيصلوا شيوعي بقات رسمية، يصلون ويصومون معنا ويحجون معنا وقبلتهم هي قبلتنا. إذا هي مجرد إيديولوجيات، لا أقل، الذين يحاربون ديننا هؤلاء نحن لهم بالمرصاد، لا نستحي أن نقولها. هناك لا أقول بعض الأحزاب، ربما هناك حزب صغير يعني لا يرى إلا بالمجهر، نعم يقفون في وجه الدين الإسلامي من حيث هو دين، ويقفون في وجه التدين الإسلامي المغربي. فهؤلاء النشاز لا كلام معهم، لكن الأحزاب الأخرى كلها مرجعيتها إسلامية. حزب النهضة والفضيلة ماشي غير إسلامي، إسلامي ولهيه، وأنا السيد الخالدي صديقي ورجل كوف، ورجل مرجعيته مرجعية إسلامية بشكل حقيقي، حتى وإن كان حزبا صغيرا. نتمنى له الأحزاب الأخرى، الحزب الدستوري، الحزب كذا، كلهم هذه الأحزاب مثل العدالة والتنمية. ألا يجتمعون جميعا في مساجد في التراويح ويتركون في الباب المسجد، يتركون عناوينهم السياسية، يدخل إلى المسجد وهو ليس لا دستوري ولا استقلالي ولا عدلوي ولا أي شيء، يدخل إلى المسجد يصلي التراويح وهو مسلم، يدخل بدينه وانتهى الأمر. إذا لا يقول أن أحد بأنني حزب إسلامي أو عندي مرجعية إسلامية، نحن جميعا سواء.